أكاذيب مرتزقة إبليس. طيب الجيش بنى الحاجات دي بفلوس مين؟ يعني الجيش مثلا يسافر يتغرب في دولة ويجيب الفلوس ويجي يعني يصرف علينا على مشاريعه، غير طبعا ان الجيش شغال في الخضار وفي السمك وفي الجمبري يعني قلبها بقى مدورها. انتقلوا من المواقع العسكرية وغرف العمليات إلى مجالس إدارات الشركات وخطوط إنتاج مختلف السلع الغذائية والصناعية. الجيش هيدفع من ميزانيته بعض الفلوس لدعم اقتصاد الدولة. لا يعني هيبقى في اتفاق ما بين الجيش والدولة المصرية. شفت بقى العظمة؟ وبالتالي يقول لك شفت الجيش المصري بيتصدق على الايه؟ على الشعب المصري. هي فلوس الجيش جت منين؟ تقارير دولية كشفت أن القوات المسلحة تسيطر على أكثر من 60% من الاقتصاد. أولاً حصة مؤسسات الجيش الاقتصادية لا تتجاوز 2 إلى 3% من حجم الاقتصاد، وأتحدى اللي بيقول إنه 60% إنه يثبت الرقم ده. خليني أسألك، في كام علامة تجارية تابعة للقوات المسلحة أنت بتشوفها في السوبر ماركت مقابل العلامات التجارية العادية أو المدنية؟ ثانياً، لما بدأنا خطة التنمية في 2014 لم يكن هناك جهاز حكومي بنفس قوة وصلابة وانضباط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالتالي كان في نقص فادح وضرورة حتمية فرضت علينا استدعاء القوات المسلحة لإعادة بناء الاقتصاد وتنشيط محركات النمو مرة أخرى بعد الاضطرابات اللي حصلت في 2011 وما تليها. ثالثاً، الجيش لا يملك ولا يستثمر في المشروعات القومية، هو فقط بيشرف عليها ويديرها. يعني هو الجيش بيشغل آلاف الشركات الخاصة اللي بدورها بتوظف عمالة وبتوفر فرص عمل. رابعاً، استثمارات الجيش الذاتية اللي هدفها تحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة، زي مثلاً الاكتفاء من الغذاء واحتياجات الإعاشة، التعيين، التغذية وخلافه، ده أمر المفروض نشجعه. نشجع إن جيشنا بيصنع ويزرع اللي بيحتاجه أفراده بأكبر نسبة اعتماد على النفس ممكنة، مش بيضع نفسه تحت رحمة موردين أو استيراد من الخارج. وأظن لو حد متابع كويس الأخبار في الفترة الأخيرة هيلاحظ إن أحد الجيوش بمنطقتنا اتعرض لموقف مشابه وتم لي ذراعه من قبل أحد رجال الأعمال اللي بيستوردوا السلع والأغذية للجنود والضباط من الخارج. خامساً، لو الجيش عنده فوائد في مزارعه أو عنده فوائد مالية نتيجة استثماراته، فده أمر محمود وإيجابي لأنه بيمثل سند إضافي وحصن أخير تلجأ له الدولة وقت الأزمات، زي لما احتاجنا القدرات والفوائد دي بالفعل اللي عند الجيش في فترات ما بعد 2011، ولما احتاجناها مؤخرا مرة تانية في أزمة كورونا. مهم جدا أن احنا نشير لتكليفات السيد الرئيس بالبدء فورا في دراسة طرح بعض شركات القوات المسلحة في البورصة، وأن احنا نطرح أسهمها على المصريين عشان يشاركوا في الشركات الناجحة. وبدأ بالفعل صندوق مصر السيادي بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية في تنفيذ هذا التكليف الرئاسي اللي بيعتبر نقلة ثورية في مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، بما يعني ذلك من إتاحة كافة بيانات القوائم المالية ومشاريع هذه الشركات واستثماراتها على عامة الناس، وطبعا ده بيصب في صالح تطوير مناخ الأعمال في مصر. حصن نفسك.